نحن في كراماتورسك في دونباس على حدود هذا هو الملجأ. الملجأ يتكون من مجموعة من الغرف. هذه الساحة التي تتوسط خاركيف أن تدفن ذكريات الحرب. يوجد ضمانات بعدم وقوع حوادث نووية. أعلنت بولندا أنها شرعت في إقامة 9 مراكز لجوء. قال لي الضابط المسؤول عن هذه الحدود يمكنك الدخول ولكن المشكلة في العودة. نحن نعيش ليلة قاسية جدا منذ الأرسل.